مصروف شو؟ أكل وعم تاكل، نوم وعم تنام بالبيت، كل شي بدك اياه موجود بالبيت، لشو المصروف؟ طيب بلكي قررنا أنا ورفقاتي إنه نطلع سيران مثلا، بلحقوا نركيد؟ ساعتها بعطيك أجار السيرفيس لا تخاف. وإذا بدنا ناخذ أكل معنا؟ تاخذ أكل من البيت. طيب بلكي كان الأكل مشاوي وفراريج، حلوة بحقي ما أدفع يعني مثلا. إذا كان مشاوي وفراريج خليهم يروحوا لحالهم، نحن مو من جماعة المشاوي والفراريج هلا. شفتي؟ علاء في الملون بياخد، انا لقمة الاكل مستكرين علي بهالبيت، هلا عندي انتو هالبيت يا شو هالقصة اللي معكم. الله حبا شو مالا؟ اهلين سعيد يعطيك العافية. الله يعافيك، ريحة طبخ طيب اليوم اول الشهر، طعميني. ما بطعميك ما بطعميك. يم يم يم. مرحبا بابا. اهلين بابا. شبك مبرطم وبوزك شبر مثل الديزوتو، لما بفوت ابوك بتوقف، ما بتفهموا بالحكي انتو. اعطيت اخوك 50 ليرة؟ لا، اخذ من امي 200 ليرة وما اعطاني منها ولا فرنك. انا ما قلت لك بتعطيه ولا لك؟ احتراما لكلمتي بتعطيه. حاضر بابا. رح اسأله. خلص بابا خلص، شو رح اعطيه مليون ليرة فيهن وبلاهم مثل اللدة؟ استنى ولا لما بحكي ما بتجاوب ابوك بهالطريقة، عم تفهم؟ انا مو مشار 50 ليرة وقيمتها، بس احتراما لكلمتي ولكلمتك. روح اندهلوا بدنا نتغدى، روح اندهلوا كمان رايح. انا فايت البس بيجامتي مشان نتغدى. طعميني. ضلك نايمة. قومي سلوى. سلوى شبك؟ سلوى لك سمسون شبك؟ سلوى لك سلوى شبكي؟ يا لطيف. أمي أمي سلوى مدري شبها جوا. شبها يا بي يا بي. سلوى حاطة رجل سمسون مثل ما عم تبكي. وأخوك وينه؟ بالحمام جوا. أريضة شو بتتحمم وفوت طالعوا لحدي أنا. سلوى حبيبتي شبكي؟ صاير معه شيء؟ شيء مثل شو؟ الشيء اللي خايفة منه. استني شوي بابا. بابا سلوى شو صاير معك بابا؟ الله لا يوفقه، هذا ولادي بالحرام. شفت شفت ما قلت لك انا؟ طيب طولي بالك طولي بالك لأفهم شو بها. طولي بالك بابا سلوى. ما عم تسمع من هي بابا سلوى. شو صاير معك؟ مين هدول اللي الله لا يوفقهم؟ الحقيرين اللي بلا ضمير. سمعتي؟ قالت الحقيرين اللي بلا ضمير. لك انا ما قلت لك ما تطلعي من البيت بغيابي؟ ما طلعت. لك هن اجوا لهون. مين هن؟ لك الحقيرين اللي بلا ضمير. اهلا للبنت. انو بنت؟ جوليات. لو جوزوها روميو ما صار هيك. جولي روميو سلتينا ركبنا على الفاضي. منين جابي هاد الكتاب؟ منين اشتريتيه؟ زمان. عجع. خلص بابا، اذا اهله واهله حقيرين مو ضروري هن كمان يجنوا ويعملوا بحالهم هيك، يجنوا بعقل هن. قومي حبيبتي قومي قومي غسلي وشك مشان تتغدي. يلا امي يلا. ما بدي. قومي. ها شوفي بلحقك بجوليت انا. قومي يلا رح غسل وسابينك. يلا العينة. امي خلصنا بقى خلصنا يا امي كلي بقى. كنتي اجلي قرايه القصه لبعد الغداء؟ لك امه لرامي وما بكيت عليه قد ما بكيتي. هلا ان شاء الله كانت عم تبكي مشان هيك. خلاص انت ولا امي جمانه خديها تغسل وشها وترجع تاكل. قطعتي قابليتي قطعوا قابليتي فايت نام انا. هيك زعلتي لابوكي؟ امي 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 تحرى هاي؟ حسام شو؟ هلا عن جد كانت عم تبكي مشان روميو وجولييت؟ ايه. يا لطيف شو سريعة العطب هالسلوى؟ صار لهم ميتين شي 200 سنة. أخي المشكلة مو بروميو وجولييت. العطب صاير بأختك سلوى هون ما نولف. أنا ما دخلني بحدا، عامل هلا 7 زوام حمام، يا لطيف شو طلعت نظيف. ما دخلني بحدا، حاط حالي وقاعد عم باكل. رحا. ما بيصير هيك. الدنيا صحيح مليانة مقاسي، بس كمان فيها شغلات حلوة. خلص ماما،
لا بهدى. لك بنتي بعرف انك رح تهدي، اكيد ما رح تضلي عم تبكي كل العمر، بس ما بيصير هيك. مو كل ما شفتي شغله او قريتي شغله بدك تعملي عليها مناحه، لازم يكون في عندك قدره على التحمل. حاضر ماما. من هلا ورايح لا بتشوفي فيلم ولا بتقري كتاب قبل ما تخبريني. حاضر ماما. انا رح جيب لك الكتب، لا تشتري شيء انتي، فهماني؟ حاضر ماما. لك بنتي اذا ضليتي هيك بتجني بعدين، عقلك ما بيقدر يتحمل كل هالضغط. خلص ما عادت اقرا شيء الا اذا قلتولي عليه. يعني قلت كتب عنا لحتى تروحي تشتري من برا؟ ما عرفت انه بده يطلع هيك. طيب امي انا هلا رح اجيب لك كتاب منشان تضحكي، بكفي بك اليوم. كتاب شو؟ كتاب اسمه اضحك مع الاطباء، كله نكت. يلا رح اجيب لك اياه. وبركي ما قبل. لك ايه بيقبل، شو اخذتي؟ بدي اخذ لك كتاب النكت لسلوى، بركي بتطلع من هالحاله. وهيك يكون في شي نكته هيك او هيك ما بتناسب البنتها. لا ما تخاف، انا كل كتاب بيدخل لهذا البيت بشق من الصفحات اللي ما لازم البنات يشوفوهن. حلو. لازم تقبض من الرقابة هي إذا مضيتها على شاشة. وصرخ الأب فيه: أين أخيك؟ قال له الولد: إنه يتحمم. فقال له: سين الذي يلاطش يلاطش الذي تتقاذفه أمواج الحياة وترمي على شاطئها فينوح تارة وينوح تارة. وبينما كان مركبا على الشاطئ كخرقة بادية ظهر له شرط البحر. اعتقد الوهلة الأولى أنها عروس البحر، لكنه حين لمح الكلبشة تظهر من الزبد لتستقر على معصمه. سعيد شو عم تعمل؟ ما في شيء، عم بكتب شغلات خاصة. هاي الشغلات الخاصة بتكتبها بالبيت، هون لازم تضل عيونك على الباب وتشوف الفايت والطالع، بركي فتلو شيء حرامي وانت مالك منتبه. لا تخاف، انا لما بكتب بيبقى عين على اللي عم بكتبه وعين على الباب، النملة اذا مرقت انا بمسكها. لكني هي انا مرقت وما شفتني، يعني لو ما نبهتك ما كنت انتبهت. حاضر، لانك مو نملة. ها خلص بطلنا نكتب. ولك يا عمي الحادثة ما صار لشهر، الرجل اللي كان قاعد محلها كان غفيان، فات الحرامي بالليل سرق 3 غرف. اخي النارك بطلنا نكتب، ما عاد اقعد اصلا، ولا عاد اغفل ولا عاد التهي. لا مو هذا كلام الصح، عم تسمعني؟ انت لازم تنتبه منيح، الشغله مو لعبه، مو هلا اطير ظهري من هون وانت ترجع تلتهي مره تاني من هون. الله يجيبك يا طولة البال. عم اقول لك خلص، لا بقى اكتب ولا بقى التهي ولا بقى اغفل، بدي ضل صحيان. خلص. لا ما خلص، مو تقلي خلص وترجع تنسى، هاي الشغله مو لعبه، شغله فيها مسؤوليه. خلص ما راح انسى. مو تقلي ما راح انسى وتنسى، سمعت الاوتيل هي اللي بتجيب الزباين او بتطفشون. حسان على راسي. مو تقلي على راسي مشان تردفني، اذا جيت مره تانية ولقيتك ملتهي. لك انت شو بعدين معك؟ ادعك مثلي. لا حول ولا قوه الا بالله. لك اخي الدرس وحفظته، فهمت بقى. سيدي الكل بيقولوا هيك بس بعدين بيطلعوا لا فهمانين ولا شيء. حسان اعتبرني من بكره بطلت اخي، انا بطلت اخو مرأي، انت بطلت. سعيد سعيد رجاء لا تزعل، انا عم بحكي معك من نوع العمليه لاني معتبرك قريب، يعني معتبرك مثل نفسي. انا كل غايتي ما يصير شيء ياثر علي هلا، لاني عم ربي اصوات مشان الانتخابات، يعني بدي فوت الانتخابات وسمعتي مثل المسك. من جهتي لا تكلهم، حط ايديك ورجليك بمي باردة، سمعتك على يدي رح ترهج رهج، رح اشمسك انا. وانا اكثر من هيك ما بدي، مشان مصلحتي ومصلحتكم، يعني مو لحالي انا بستفيد اذا وصلت، كلياتنا بنستفيد. يا سيدي انت وصال ويكتر خيرك. رح اوصل رح اوصل، بهمتكم رح اوصل. ايه سعيد قلي لازمك شيء قبل ما امشي؟ لا سلامتك. يعني معك مصاري؟ معي خير الله ولا يهمك، مو بحاجة. قول سعيد إذا ما معك مصاري قلي، لا تستحي بعطيك سلفة. أخي مو لازمني مو لازمني، بس كنت بدي أسألك سؤال، يعني أنا بدي أتغلص عليك بسؤال صغير. هون بالأوتيل مو لازمكم شي عامل أي شغلة كانت حواليك حدا؟ في سهيل زميلي بالمكتب. إيه بدنا واحد يستلم البوفيه بالليل، لأنه الموجود عنا كل الزباين عم تشتكي منه، يوم بيجي ويومين بيغيب. دخلك صاحبك هذا اللي عم تقلي عليه
يعرف يساوي قهوه وشاي؟ بيعرف ليش لحتى ما يعرف؟ جيبه بكره. وقد ايه بدك تعطيه معاش؟ ما فيها معاش، بدي ضمنه اياها ضمان. وقديش ضمانه؟ مو هذاك المبلغ، يعني باخذ منه كل يوم 50 ليره، اجار عده ومحل، والباقي خليه اخذه هو. ماشي، اتكلنا على الله. سعيد، بدي تفتح عيونك منيحة. خلاص حسام. لا خلاص ما اضرب انت والباب. صباح الخير استاذ سعيد. اهلا استاذ عاصي، منور المكتب. اهلا وسهلا، شرفوا استاذ. اهلا وسهلا. شو حكيت مشاني امبارح بالوزارة؟ ليه عم تسألني السؤال؟ طالبيني لهني. قولك خبر المدير العام لما ما خبره. هلا هني قالوا لك تخبروا شيء؟ لا، اصبح لا تخبروا. ولي على الشغل، انا ما كنت افكر الامور رح تمشي بهالسرعه. الحمد لله اللي مشيت سيدي بهالسرعه. بس ليش هاك الهم انت؟ لك ما حل من نروح بهاي الاواعي، كنا فصلنا لطقم جديد لنقابل السيد الوزير. لك شو بهاي الاواعي مزينه انت ولو يا استاذ عاصي؟ يعني قديمه كحتي شوي. اللي ما بتزينه عروقه ما رح تزينه خروقه. هلا فهمني، رح تروح؟ بدي روح، ليش بقدر اقول لا؟ او بعدين، هلا يعني هلا، ولو بدي روح بالشهر. هلا ليش مصر تسجل البيت اللي ساكن فيه ابوك على اسمك؟ هذا البيت على اسمك والسياره على اسمك. خلص انا ما بتفرق معي، بس شرحت لك شو الموضوع. بكره اولادك بيشرحوني اياه. بصراحه انا ناوي على نيه. نيه شو؟ البيت تبع ابوك ناوي اتركه على اسم الولد نقوط. ايه بس ليجي الولد بننقله على اسمه. اصلا انا هيك مخطط، بس خايفة يصير شيء قبل ما يجي الولد. لك خلص ولا يهمك، بكره بروح بعمل التحاليل كلها، واذا طلع فيي اي عله دغري بسجله باسمك. ان شاء الله ما بيطلع فيك ولا عله، وانا مستعده سجل كل شيء باسمك. ان شاء الله تقبرني بايديك التنتين. لك خلص خلص، انتهت المقابله.